متاعنا في الشبكة الرمضانية فيما بقي من شهر رمضان. اليوم 22 رمضان، العيد قرب، التحضيرات متاع العيد قرب، والأجواء متاع رمضان بعد تقريب جمعتين ولا ثلاثة بشوري، وذكريات جميلة نتمنيه أني تبقى ذكريات جميلة تلميتوا فيها وقابلتوا فيها الأحباب والأصحاب والعائلة. بالخصوص برنامج فيه برشا أحداث اليوم الصباح وبرشا أحداث جلبت الانتباه باش نحكيو على اللي صار، ولو برشا سؤالات قعدت ومازال ما عندناش الأجوبة الكل بكل صراحة. علاش ما تعدتش الحلقات الأخيرة متاع مسلسل جبل الأحمر على التلفزة الوطنية؟ هل أنه فما مشكل قانوني؟ هل هي مرة أخرى غلطة تسييرية؟ أن توكا العمل اللي تبعوه توينسا مهمش باش يشوفوا آخر الحلقات متاعه. كانت قضية صغيرة أصبحت قضية شبه وطنية. مجموعة من الجامعين التوانسة كانوا باش يشاركوا في ملتقى في باريس، يبدو أنه دخول جامعين إسرائيليين في الموضوع طرح إشكال كبير على جامعة منوبة، وبالتالي رجعنا للإشكالية والموضوع الكبير نتاع التطبيع وعدم التطبيع. بعد تونخذوا يكونوا معنا زوز من الجامعين هذوما، عبد الكريم العلاقي والحبيب الكزداغ لسوريا إذا تقرر فتح سفارتها بتونس، وهذا حدث طبعا مهم. تو نحكيو بعد شويه زاده على بشيء من كيفاش يقولوها افيك ان بو دو ركول، بشيء من المسافه، على تصريحات السيناتور الامريكي كريس ميرفي اللي كانت تحدث برشا على تونس منذ يومين. تنحاولوا نقولوا كلمتين على الفمي ونكملوا بشويه سياسه تونسيه. هل تبرأت حركة النهضة من نهائيا من كلام واحد من قياداتها؟ هذا الكل في البلاتو معايا حازم كسوري. صباح الخير. صباح الخير، صباح تونس الحرة، صباح الأمل للجميع في بداية في آخر بداية لي أثناء هي كمل لي شنو؟ لأحلى شعب في لأحلى شعب تقولي لأحلى شهر يا بي. شكرا لك على أناقتك كيف ما العادة. ليلى العاري صباح الفل. صباح الورد والياسمين، صباح الفل على التوانسة الكل المكان وفي الداخل والخارج. ماشي أمورك؟ الحمد لله، والصراحة يعني هكا فرحانة يعني برشا يتبعوا فينا ثرونتهم حتى خارج تونس. اي مالك تخيل يا اخي، تحية ليهم يعني التوانسة وين ما كانوا. اي راك جيت لدار كبيرة بالطبيعة. هكا ولا ليكم كل الاحترام وفريق يعني محترم الصراحة. عايشك. دكتور رفيق بوجدارية صباح الفل. صباح الخير مراد، صباح الخير تونس، ان شاء الله الناس كل تكون بخير. أمورك الرمضانية ماشية؟ والله رمضان توها بدا كان ويودع فينا بشوية 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 بشوية، شر نحبوه. وكيف يجي نفرحه كي يجي ماشي زاد يخلي هكا في قلوبنا ان بو بانسمون. بكل حال هذيك الدنيا ربي يحيينا بخير للعام الجاي. امين. وان شاء الله نرجعوا نخدموا اكثر من العالم. زرت عاصمه الغالب ولا ما زرتش؟ مشيت مره قروين، هي القروين مليانه حافله محتفله. تو العشر الاواخر في قروين فما صلاه تهجد في الجامع الكبير، جامع عقبه ونافع، دونك تولي فما حركيه وفما حتى سياحه دينيه معناها مسائيه ولا حتى صباحيه في القروين. قروين تحتفل برشا برشا برمضان، وجو رمضان في القروين جو معناها خاص جدا، جو كبير خلينا. ولكن قروين كيفها كيف كل المدن التونسيه فيها المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيهم، هذه كمسي من توزيع المواد والبوفوار داشا نتاع الناس، وكيف كيف غياب البلديه شيء اللي ادى كان القروين الحقيقه بلاد فيها شويه برشا وسخ وسخ. وتوا خاصه كان شفتوا التصاور اللي عملوهم السوق اللي تتعمل في العشر الاواخر نتاع رمضان باش يبيعوا دبش العيد، فما ناس جات مركي في بلا في بلايصها على السور اللي هو ان باتريمون. وهذه الحقيقه امور مخجله وصحيح السلطات تدخلت، ولكن زاد المواطنين هو حتى المواطنين ساعتك. اسمع شوفونا الاولاد في الديجيتال، اذا كان فما بلاد مدينه كانت فرحانه البارح، حتى هي عندها جو خاص في في رمضان، هي مدينه بيجا. طبعا احنا ما نحكيوش برشا كره في البرنامج هذا، لكن ترشح بيجا الاولمبي البيجي الفينال كاس تونس، معناها حاجه كوميم حدث مهما كان. شوفونا تصوير حلوه من بعد من افراح مدينه بيجا. حان الوقت اولا لكات اسيورانس. كات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
جات اسيورونس مدة 100 يوم تدل الحرفاء نتاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين او اكثر وتهدي لهم كار توتال انرجي قيمتها 500 دينار الفائز او الفائزه في الجائزه هذه بالجائزه هذه يتدخلوا معنا تقريبا ما بين 8 ودرج و8 وربع. اقعدوا معنا بعد الاخبار. جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. خلينا نبداو بما يحصل في الميديا ويحصل في القنوات التلفزيه والمفاجاه الكبرى اللي حصلت واللي جلبت الانتباه. ونعاود نقول احنا اليوم الخبر حاولنا نجيبوا المعلومه لكن بصراحه ما زلنا في منطقه ذبابيه. المسلسل الثاني اللي جلب الانتباه بعد فلوجة ومسلسل جبل الأحمر من إخراج ربيع التكالي على القناة الوطنية كان يتعدى كل يوم 8:30 ما تعدتش الحلقة الأخيرة متاعه. يبدو أنه الاتفاق ما بين التلفزة الوطنية ومنتجي المسلسل كان أنه يتعدوا 24 حلقة في وسط التصوير أو قبل التصوير. هذا وين المعلومة ليست واضحة. مرت 20 حلقة إلى 24 حلقة. المهم هو أنه المتفرج التونسي اللي تابع جبل الأحمر الأرقام متاع الأوديونس محترمة لجبل الأحمر ما بين 500,000 و700,000 شاهدوه يوميا لم يشاهد النهاية. وهذه سابقة معناها يظهر لي ما صارتش في تاريخ القنوات التلفزية. تبع مسلسل من الأول تلقى روحك ما تعرفش في الأخر شنو يصير في نهايته. كأنك معنا تتفرج في ماتش كورة ويجيوا يقصوا عليك في دقيقة 86 ولا 87 يقول لك لا أكاو وفات. رفيق إحساس متاع فوضى عارمة والتلفزة الوطنية ماهيش في أو بالأحرى في غنى على بوليميك جديدة تمس ورتها اليوم. هو الحقيقة المسلسل متاع جبل الأحمر بدأ بمشكلة اللي مش موجود في قال صديقنا في المحامل مش موجود في اليوتيوب. وبعد اختم أنا كيفك شفت البارح مؤخر للناس متاع الحكاية دي التلفزة تقول كونه تفاهموا على 20 حلقة وتفاهموا ومن غديك بناوا البرمجة متاعهم وفي علاقتهم حتى بالمستشارين وكونوا علموهم مؤخر. دونك الحقيقه بون صافي مشكله معناها حكايه جديه في العمل مش من التلفزه برك حتى من الطرفين. طيب انت مخرج ومش تعمل باش تعمل مسلسل تعرف روحك عندك 20 حلقه ولا عندك 24. انا قريت في اول رمضان كونه المسلسل هذا كيفه كيف الفلوجه الاخر 20 حلقه كل واحد. دونك مش في بالي وفين انت خاطر ماشي تبقى فيه برشا. اما انت مخرج تمشي على 20 في السيناريو نتاعك ومن بعد في الاخر تقول لهم راني 24. دونك علاش كنت لوم انا ما لوموش برشا على التلفزه زاد. يبقى السؤال ويبقى التساؤل في الاخر كي انت وصلت 20 ولا 24 انت كمسؤول تنجم تعدي خلي انت عدي ايه كي تعلمني ليله صلى الله معناها قبل بدرجه يبدو لي انه ما صارش ليله صلى الله. هذا هو السؤال. خلي نتعدى ولا نفوت رفيق مع جيهان ومن بعد نرجع نتسائلوا حتى على البعد القانوني مع حازم نتاع قرار كيف ما هكا. يقعدوا معنا 7:15 على اي اف ام. اي اف ام 69 غادي على اي اف ام احلى راديو. 17 دقيقة مرحبا بكم من جديد. صباح الفل للجميع اللي يسمعوا فينا على اي اف ام على اليوتيوب على الفيسبوك ولا على ستريمينج ولا اللي يسمعوا فينا في كرهبهم والا في دارهم. برشا سياسة اليوم شاكيو في اي اف ام لكن زادة ما ننساوش واللي بالحدث اللي بدينا به واللي جلب الانتباه الحق القناة الوطنية اللي ما كملتش بث اخر حلقات مسلسل جبل الاحمر اخراج ربيع التكالي. يبدو لي تقريبا سابقة حازم قصوري طبعا المعلومة اللي خرجت يبدو أنه صحيحة أنه كان فما اتفاق أنه المسلسل يدوم 20 حلقة في الأخر الإنتاج والإخراج عملوه في شكل 24 حلقة. فما إشكال تعاقدي المعلومات اللي عنا تقول وأنه في إطار الخوف من أي زلة قانونية إدارة التلفزة قد كحنا اتفقنا على 20 عدي 20. يبقى أنه الفنان وقت يصح على عمل يقول لك كانت بثلي العمل حتى نهايته. معركة قانونية في الأفق غلطة سياسية من مديرة التلفزة شو كيفاش وين صنفوها الحكاية دي جامي في
حقيقة يعني احنا نستغرب للأعمال الإبداعية يعني يقع التعاطي معها، وخاصة يعني تشد الجمهور. يعني المتضرر في الحكاية هذه هو الجمهور اللي هو يتابع في هذا يعني المسلسل، باعتبار قاعد عن طريق الفاتورة يخلص بالضبط. بالتالي يعني نرجع من جديد للبيروقراطية اللي هي ما تمكنتش إلى اليوم تحترم المشاهدين متاعها. يعني هنالك عقود يعني مبرمة ما بين يعني إدارة التلفزة ويعني المنتج باش يسقطوا بطبيعة الحال في تأويل الفصول و يعني العقد يعني نتاع ما بين الأطراف، باش يدخلوا في نزاع قانوني. ثم أحرص الطرفين سيطرق باب القضاء بخصوص يعني هذا الوضع، ويبحث باش يأول الفصل اللي يساعده حسب كيفاه صيغة العقد. شكون المتضرر؟ بيساش عملوا شوية قانون أهم متضرر. لا ما تقولش الجمهور هذاك المتضرر المعنوي، لكن في حكاية كيفية هذية التلفزة تقول لك احنا تفهمنا على 20 وانت ضريتني كعملت 24، والمخرج يقول لك انا اخويا قد يكون تفهمنا على 20 لكن طولنا شوية، اعطيني انا عدي لي نهاية العمل متاعي كما يصير في العالم. المتضرر يعني انا نعتقد اللي الدولة معنية اللي تشجيع المبدعين غير مقبول اليوم، اللي احنا يعني في الصناعة المصرية نشوفوا الاختيار مسلسلات يعني تمشي للاخر، يعني ثم توجه وطني لدفع يعني المبدع. انا نعتقد اللي احنا يلزمنا ننحازوا للمبدع بدرجة اولى، ويعني رفض اي بيروقراطية مهما كان الخلافات والنقاشات تفض. يعني مش ديما نمشي ونطرق باب المحاكم، ثم طرق جديدة حتى يعني اللي هو فض النزاعات بالطرق السلمية، يعني محاولة التفاوض، لان المسألة يعني هو عمل يعرض على الناس، يعرض يعني حتى يعني ينتقل للعالم يشاهده الناس. هذه صورة مش باهية. وزيد سؤال نطحو كذلك على ليلى ورفيق، أبري تو التلفزة الوطنية في الكازة ذيك كما يقولوا في البرمجة ما عادش عندها حد شيء، معني أنت كي باش تزيد أربع حلقات من بعد تدخل مسألة الكلفة، هل أنه سيد عمل لك أربع حلقات وقال لك زيدني في الفلوس؟ قد يكون المسائل الذي كان من الأجدر النقاش فيها قبل بث يعني العمل الإبداعي هذا. بالتالي اليوم غير مقبول اللي الجمهور قاعد يدفع يعني في ضرائب وكذا، وبشكل أو بآخر يقع منع يعني البث. يعني ذر نوعا ما اهتز يعني بخصوص يعني ما تعرف النهاية الأخرانية يتعلقوا بها الناس. بالطبع. اليوم أنا نقول يلزم تفادي الخلاف وحلحلة يعني يعاودوا يعديوا الحلقات اللي موجودة. أنا نتصور يمشوا في الاتجاه هذا أفضل، ومن بعد المسائل القانونية يعني يتصرفوا فيها. هذه ليلى العاير أنت كمواطنة متفرجة، هذه عمرها ما صارت. هي عمرها ما صارت صحيح. نبعدوا على مشاكل التلفزة الوطنية وهذا كل الناس كل تعرفه، لكن هما كمخرج ومنتج للمسلسل اسكو كي كتبوا القصة ما كانوش يعرفوا اللي هي مش تاخذ 24 حلقة أم 20 حلقة. هنا يعني احنا يلزمنا نلقاو إجابات من الجهة نفسها، مش نقعدوا على التأويلات. الأستاذ حازم يعني جاوب على كل شيء، ما خلالناش حاجة يعني نضيفوها. اللي نجم نقوله انه هي عملية استهتار بالمشاهد، وثاني حاجة انه احنا يعني عملين ولا ثلاثة في العام يعني هو الانتاج التونسي تصير عليه كل هالبلبلة وهذية، كيفاش يعني المبدع او الفنان باش يتقدم؟ يلزم يلقاو حل وسط يرضي جميع الاطراف. وكانوا ينجموا يلقاو حل وسط نتصور منذ اسبوع ولا جمعة، وما كانش المفروض يقعدوا لاخر دقيقة هكذا. يعني كان المفروض من قبل. للتوضيح احنا فريق البرنامج وسامة سعفي اتصل البارح بليس الجراية مدير الاتصال بالقناة الوطنية، ردوا كان هذا تقريبا انه العقد فيه 20 حلقة. القناة الوطنية جهة الخبر الفاكس متأخر بعض الشيء، وبيقولوا لها اللي راهو فما 24 حلقة. كل واحد خايف توا لأنه تعرف معنى مديرين سابقين في التلفزة الوطنية بحثوا في قضايا. هناك متضرر واضح هو الجمهور، ومتضررين هما ربيع التكيلي المخرج والشهير التكيلي المنتج، لأنه العمل متاعهم
ما وصلش حتى الاخر رفيق. انا يذر لي معناها زوز افكار بكل سرعه. الفكره الاولى هي على كل معناها مؤسسه حكوميه ولا خاصه احترام العقد. احنا كي مش نعمل حاجه مش نعملها بعقد، نحترموا العقد. دونك هذه النقطه الاولى غير ما ندخل في التفاصيل. النقطه الثانيه، انا شبه متاكد كونوا الرفض هذايا ولا المنع هذايا ولا التوقيف المسلسل في البارح مرتبط بربما إضافة مالية اللي المؤسسة ما تنجمش تعملها. نتصور هك ربما يكون غلط ربما يكون صحيح، ولكن الحقيقة انت عارف مش كل قضية الكبيرة معناها متاع التلفزة التونسية تعيش مشاكل ما أعمق ما أكثر من هذية وتعيش تعيش مشكل كبير متاع برمجة في التلفزة التونسية. راهو ساعات بعد الأخبار ما تلقى ما تتفرج. صحيح. سامحوني معناها صحيح. هذه الحقيقة راهو ثم ورقة تدور على ريزو سوسيو متاع المديرة العامة اللي طالبة من مكلفة مش مديرة مكلفة ب مطالبة من الإطارات متاع التلفزة باش ما يحكيوش في معناها في ما يديوش تصريحات وما يحكيوش على 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 حياته ومشاكل التلفزة. معناها التلفزة التونسية تعيش مشاكل كبيرة، تعيش مشاكل تاع سيرون بلوا، تعيش مشاكل متاع ماتريال، تعيش مشاكل متاع برمجة. لكن العام هذا كمان تعدى عام صعيب، نذكروا بالقضية اللي مازالت مطروحة إلى يوم الناس هذا، مسألة بطولة تونسي كرة القدم. معناها البارح واليوم ماتش الدومي فينال تفرجوا فيه في قناة قطرية أجنبية، في حين أنه العقد موجود. التلفزة عندها عقد مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تحبش تطبق وطلبت التفاوض فيه بعد ما صحت. جات الجامعة قالت لها سيدي باهي ونقبلوا التفاوض، هانا طيحنا في السوق. لكن مرة أخرى التلفزة حتى تحب تعمل ديوريم تعقد بالتاريخ اللي هي تحب عليه. إضافة تاني القضية متاع ذا دريمر متاع القناة يوتيوب اللي تسكر برامج الثقافية في التلفزة التونسية، معناها دوسيات كثرت حازم. وصلنا للملف متاع الجامعة التونسية لكرة القدم مع التلفزة، ملف متاع يدرسوا في الكليات. أنا عندي اكسكلوزيفيتي مساحة عليها. جيتني في وقت من الأوقات في إطار حرب سياسية وقتها القصر والرئاسة ضد وديع الجري، ركحت الأمور بين الرئيس وديع الجري وزير المالية وديع الجري، قاعد التلفزة مع الـ مع الـ مع الجامعة. وائل يا لو من علاش انا نحب انا من بيجا علاش تحبني نتفرج في ماتش بيجا والكلوب على الساتليت وما نتفرجش فيه على القناه الوطنيه نتاعي؟ تلمت الدوسيات حزم ولا تبرش تلمت الدوسيات خطره يعني ثم نوعا ما ثم ازمه يعني، ويلزمنا نعترفوا هنالك ازمه، بالتالي يجب الذهاب يعني للتصحيح للاصلاح. يعني اليوم في التلفزه الوطنيه ثم اشكال، كيف باش نحلوا الاشكال؟ هو ب يعني النظر في الهيكله حتى والسياسه اللي تنتهجها التلفزه الوطنيه، وخاصه هناك تحديات كبيره بالنسبه لنا احنا. ما يمكنش نبقوا نحافظوا على العقليه البيروقراطيه والامور تتعطل مشاكل الناس في القانون، ولا ثم يعني مواقف سياسويه ضيقه. انا نعتقد اللي اليوم اكثر من اي وقت مضى التلفزه الوطنيه يلزم تخرج من هذا وتوجد يعني سياسات عموميه تهم المتلقي والمشاهد اكثر من اي وقت مضى. واحنا نحكيو على المسلسل حازم بكل صراحه، كان ينجم يجي قرار معناه من فوق عديه المسلسل كملوا حتى الاخر، كملوا حتى الاخر ومن بعد تلقى صبغه اتفاق. ونقول لكم البوليميك اللي جايه عن قريب، جاي نهائي كاس تونس البيجا ترشحت ونشوفوا شكون الفريق الثاني. نهائي كأس تونس ما يتعداش على القناة الوطنية. نهائي كأس تونس معناها هذاك السموم تاع الموسم ما يتعداش على القناة الوطنية، معناها باش يتعدى على قناة أجنبية. والناس معناها نتمنى وأنه من توا معناها إدارة التلفزة الوطنية من توا تحضر المسألة هذه، وأنه تتنازل هاو نهائي كأس تونس. هذه الصور نتاع الاولمبي البيجي اللي الفريق اللي ترشح له اللي ذن للنهائي الدور النهائي الثاني باش يجمع الترجي بالنادي البنزرتي. معناها داخلين على فتره ما نعرفش شنو باش يصير مع وقت الفينال. حاب نفهم انا كيفاش فينال نتاع كاس نتاع تونس يبدو انه التلفزه في اطار معناها موقف غامض تماما حتى حد ما هو فاهم موقف التلفزه الوطنيه في ملف الكرة، كما حتى حد ما يفهم موقف التلفزة الوطنية
ليس جرايا بارك الله فيه، لكن كلامه في الاخر غير مقنع، معني ما نجمش تقنع انا انه ما سمعوا اللي فهم 24 حلقه كان ليل تصلل. موقف صعب زادا يلزم تلجأ الوطنية تاخذ استقلاليتها، استقلالية القرار في هذه الفترة كلمة الاستقلالية مش تدخل الاستقلالية، هي راهي تلفزة وطنية هي مستقلة بطبيعة الحال، اما ما يمكنش تكون في ميراث كرة صار ضغوطات، ناكد ما يمكنش فما ضغوطات، هي تمثل الدولة التلفزة الوطنية معني بها فهمت يعني الشعب التونسي، بالتالي اليوم نفكروا في إصلاح وضرب البيروقراطية اللي هي متكلسة جدا، ما عادش مقبول اليوم، ونحن نخوض مسار تصحيحي شمل البلاد كامل. أكيد التلفزة الوطنية ما هي معنية بهذا يعني التصحيح والإصلاح. إضافة ليلى، يلزم تكون فما إرادة للأصلاح اللي قاعدة نشوف فيه، أنا مش من تورة، هو من 2011 تقريبا التلفزة الوطنية بدأت تتراجع يعني برشا في تونس، وما فما حتى أما مسؤول في الكرة، في الكرة بعد 2019 أي ما هو شو ما هي الشيء يزيد مراد ملف الكرة مع الرئيس وهذه إيش أقول لك، تبدأ بشوية ويبدأ الفساد أو اللامبالاة أو هذا يبدأ يتفاقم، وقت اللي ما يلقاش الردع يبدأ يتفاقم لين يوصل يعني لأعلى درجاته، لين وصلنا الحجب مثلا أربع حلقات من مسلسل رفيق باختصار قبل الأخبار. اختصار كبير، احنا نحبوا إعلام عمومي ولا إعلام حكومي؟ ولا نحبوا إعلام تلفزة وطنية بالمفهوم القديم اللي مش تقعد تنافس في التلفزة الخاصة في الحقل نتاعها؟ انا نصور الإعلام العمومي لازم يكون موجه للقضايا الكبيره نتاع التوانسه، ولازم يكون موجه للجهات اللي توهم غيبه تماما في الاعلام. التلفزه هذا كان نقاش مهم، حاجه مهمه ما كانش نقعدوا في السمتوماتيك، هاي ما عدت ليش ماتش، هاي ما عدت ليش مسلسل، مزاد التلفزه التلفزه العموميه مهمه برشا. لا مش هكا، التلفزه العموميه، التلفزه العموميه تقول كان تغطي احداث مش معقوله باش انا نتفرج في مقابله نتاع الفريق الوطني التونسي في 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 قناه اخرى، مش معقول. لا الكره هذيك مساله اخرى تمام، الكره ولا اعلام جهوي الشخصيه. لا تمانا دخلنا كي نقولوا دخلنا في الحكومي معناها دخلنا في السياسي ولا في السياسي، ولو احنا نحبوا اعلام عمومي، اعلام عمومي للتوانسه ومول من عند التوانسه، بيسكو احنا ندفعوا في الـ في الـ في الوحده نتاعو في الفاتوره نتاع الضوء، نحبوا اعلام موجه لينا، موجه المشاكل، يرفهنا يفرهدنا يثقفنا يقرينا يعمل اودينس، اما زاده ما يكونش مكلكل بقرارات. للتوضيح يا رفيق، للتوضيح مساله الكره بدات بعد 25 جويلة، قلنا وهذا واضح، معناها لا اذيع سرا بهذا الكلام، كانت وقتها ضغط على وديع الجري لي زعما لي ملف فساد وما عرفت شنو، دونك وقتها كان ضغط حكومي، تم طلبه انه يتم معناها ايقاف العقد وكل معاه، لكن الاوتوريتون تبدلت الامور، بعد عام تبدلت الامور ورجعوا في صحفه العسل وديع الجري والحكومه ورئيس الجمهوريه، وقعدت التلفزه الوطنيه في التسلل، وبالخصوص مره اخرى قعدوا المتفرجين في التسلل. الاخبار ونرجع، هو معني مبتذل كيف ما نهك. لا خاطيك يا راجل، الجدموة دبالة ذي ولا عندك معاه ولا شيء، هي هكاك راهي معروفة الحكاية، عائلة العيادي الكل يعانيوا في العيد الكبير وفي العيد الصغير، تي جوجل باش يهبط صور حسين وتو تشوف. اما بالله ما دامنا وصلنا للالقاب يا مراد، اخر مره نعمل الريمارك، اللقب متاعي خالي من حرف الكاف، راجع سنكير الزبينغ، ركز يا مراد باش انا ما عادش نركز، تعبتني يا صاحبي، اعمل نهار من غير زابينج بالله نهير. اما ما قلتليش شبيك البارح تحت التكلي في الجميع اللي معاك، حسيت انت البارح ولو انت ماكش كونكت ياسر على الفيسبوك باعتبار عمرك صرحي يعطيك الصحه شباب، عرفت مصبرون عرفت لاباس عليك لو مراد والله تاكل اي لا مقبوله منك عليه، مفتوح نفس مو من ساعه وكافي خير وشر وما دارش بيك اون بلوس هكا تعايروا بعمره، لا مش هكا تفدليك، لا عيب كبير. اما هاك باش ترجع للمناوعه المستحيله تشوف الضرب ديجا هم دوروها قمار سي بون. لا مش عشان لا العشاء لا شيء، فلوس تتحط عندي انا مش انت عارف تعرفوا تعرفوا يا ودي حسب الخسر يحط قد ايه 500 تحط قد ايه همشي نحطوا عليها يا ودي، خلينا ندوروا الدولاب تشوف الحسبه الاقتصاديه اي ولات ايميسيون ان اكس امبوسيبل، بعدها حاطين اختار على ديكلاراسيون، يا والله حال وقيل فما حاجه تفسدت في الايميسيون هذه لحمايه هذه الدوله الديمقراطيه الفاسده، وانت شنو هي والله حبيت نعاودها الكلمه لساني ما طاوعني،
أيا نختموا مع أخونا حسن بن عثمان اللي كان ضيف ليالي البارح وكان حكيه على الاستضافة اللي كانت تشبه للمنداف. ما فيماش محظورات، نحن المحظور الوحيد قابلتك سندريلا. للا سندريلا يا أخويا أنا ما عرفهاش مباشرة، هي ووجدتها يا أخويا تمكنت بيا إن شاء الله خير. قلت لي انت ما تكلمش على المسلسل متاعي سأقتلك. اي حسن، وحكيت ولا قتلتك ولا كيفاش. يا سيدي بهكا كونوا خلطنا لاخر زابينج، موعدنا غدوة ان شاء الله كالعادة في نفس التوقيت، كان التوقيت فيكس بالطبيعة. ونقولكم سيسوا رويحكم الناس الكل، طريق السلامة، تشاو تشاو. من 7 ل 9 متاع الصباح يفام سيت نوف، مراد الزغيدي على يفام احلى غاديو. زابينغ راجح زنجير، مرسي عليك يا راجح. بعد قليل باش نتحدثوا على القضية اللي جلبت برشا كلام وتحدثوا عليها العديد ودخلت فيها الجامعة التونسية، التراجع عن إسناد العميد السابق لكلية منوبة الحبيب الكزدغلي صفة أستاذ مميز بعد مشاركته في ندوة يبدو أنه شاركوا فيها بعض الجامعيين الإسرائيليين. ما كانش وحده الحبيب كزدغلي، تنرجع نحكيه على الموضوع بعد قليل مع واحد من المشاركين الأستاذ عبد الكريم العليقي. اقعدوا معنا على EFM. EFM 69. أسألت كثيرا من الحبري هذه المسألة وخذت أبعاد الحق غير منتظرة. مجموعة من المؤرخين التوانسة تم استدعائهم للمشاركة في محاضرة أو في ملتقى في باريس يخص تاريخ اليهود في تونس. محاضرة عادية تمت مش أول مرة، لكن يبدو تنأخذوا المعلومة من عند أصحابها أن عدد من الجامعيين من الأساتذة الجامعيين من إسرائيل انضموا للمجموعة المشاركين، وبالتالي الخبر دار والعديد بعدة وجوه أكاديمية طالبت أن لا يتم المشاركة في هذا الملتقى. وتعدينا الأكثر من هكا وجماعة منوبة صرحت وأنه أعطت كتبة بلاغ تقول فيه وأنه لا يمكن للسيد الحبيب الكزدغلي بالخصوص أن يمثل جامعة في مثل هذه التظاهرات. والبوليميك كبرت من المشاركين في هذه المحاضرة الملتقى. واحد من الأساتذة موجود معنا اليوم الأستاذ عبد الكريم العليقي، وهو كذلك من الوجوه المعروفة في المجتمع المدني. سي عبد الكريم صباح الخير. صباح الخير سي مراد، عايشك. سي عبد الكريم، بوليميك كبيرة من جراء مشاركتكم في هذا الملتقى. كان ذكرنا بالملتقى هذا ساعة، شكون اللي نظمه؟ وقتاش عطيتوا لاكور نتاعكم باش تشاركوا؟ خلي نقعدوا ساعة في التسلسل الزمني للموضوع. هذا الملتقى قام بمبادرة من جمعية فرنسية تدعى جمعية تاريخ اليهود في تونس، وقدمت معناتها مقترح في 2021 بعد أبل دوفر شكون يحب يشارك. أنا قدمت من بين الناس اللي قدموا معناتها موضوع من المواضيع. شنو الموضوع نتاعو؟ هو الدين، الدولة، الحكم خاصة المؤسسة القضائية واليهود في تونس. وكنت أنا من الناس المختصين في هذه القضية، بعثت ورقة لتقديم ورقة بحثية أكاديمية صفة حول هذا الموضوع. به هذا وقتاش يا عبد الكريم أستاذ؟ هذا في 2021. لا المرة هذه معناها وقتاش علموك أنه باش تشارك؟ ولا وقتاش قبلت أنت المشاركة؟ علموني منذ معناتها تقريبا 3 أشهر اللي بتقع الندوة، حضرت الندوة وطراتيب التحية، ومنذ 3 أو 4 أيام جاني البرنامج نتاع الندوة هذه. باه دونك منذ 3-4 أيام عرفتوا زاد شكون المشاركين، ولا كي دخلتوا انتوما في الحكاية هذية كنتوا تعرفوا انه فهموا مشاركين من إسرائيل؟ لا، بصفة عامة نحب نذكر كل الندوات، الندوة هذية وغير الندوة هذية، مش احنا معناتها اللي نستدعيه، هو يستدعيه معناتها عدد كبير من المؤرخين
من أمريكا، من إيطاليا، من فرنسا، من تونس، ثم ناس استدعاهم من إسرائيل، ما عندنا أي علاقة بهذا الموضوع. ونشبنا منك مراد اللي كل الندوات في العالم، كل الندوات في العالم وكل الهيئات الحقوقية في دليل عن حقوق الإنسان، في أمنستي، في الاتحادات النقابية العالمية، في الهيئات الأمم المتحدة، في اليونسكو، في الهيئة حقوق الإنسان في جنيف، في غيرها، فهمتني؟ هناك عديد من الملتقيات اللي فيهم تواجد ممثل عن الدولة الإسرائيلية، وبالتالي ما استثناء هذا. احنا الهدف بتاعنا هو مشاركة أكاديمية بحثية صرفة، لا تمثل لا الجامعة ولا الكلية ولا أي طرف كان، مثلنا احنا. اللي يهمني أنا هو شنو أنا سنقول فيها، ما عنديش أي علاقة بقضية تطبيع. اللي احنا من الناس، عندي أنا تقريبا عقود وانا ناضج في المجتمع المدني ممكني حول ضد معناتها الكيان الصهيوني ضد اسرائيل بالضبط، واللي يعرفوك يعرفوا معنى نضالاتك والاشكال نضالات كل الاجتماعات والمظاهرات اللي خرجت فيهم من السبعينات. معناتها ثابت المتواضع حتى التو، معناتها انا ضد التطبيع وضد الاستثناء مع المسانده المطلقه للقضيه الفلسطينيه و معناتها تكوين دوله وعاصمه القدس. هذا هو الركز هذاك. عبد الكريم علاقي، خلي ساعة نكون واضحين. دونك انتوما مشيتوا ولا تمثلوا انفسكم في تظاهرة، كل واحد يمثل نفسه، معنا باش نكونوا واضحين. أيه. كل الجامعيين أيه. من جميع الدول تمثل انفسها. اجيتم ما قلنا اي علاقة على خطر سي مراد. التطبيع هي علاقة بالدولة بين الدولة، ولو ايضا بين جامعة وجامعة في شكل تعاون، في شكل اتفاقيات مع مخابر علمية. قول هذه ما فهمش بالكل، هذا انت تقدم الورقة نتاعك، انت يقع النقاش ديما جميع الملتقيات اللي تلقى فيها وحتى تحضر فيها تواجه، فهمتني؟ ونعتبر عادي هدايا المشكلة، المشكلة تحضر ولا صدقوني شنو الموقف نتاعك انت في الاختصاص نتاعك انت ولا في المواقف السياسية. في الاختصاص نتاعي انا نقول لك انا اسمراد، يمكن شرف لي وتونس والبلاد أن نوري تونس معناتها بلد اللي هو فضاء رحب، اللي قبل اليهود اللي تقضوا من إسبانيا، واللي قبل اليهود اللي جاءوا من ليبونا وجاءوا من جنوب في القرن السادس عشر في الدولة الحبسية. ونوري الكتابات متاعينا والأبحاث متاعينا اللي تونس مهما تكون، فهمتني؟ هي تونس رغم بعض التوترات بين اليهود والتونسيين المسلمين، أغلبيتهم هو تعايش سلمي، هو تسامح، هو نضالات عدد هام من اليهود في القضية الوطنية. فهمت. خلي نزيد نأكد الكلام نتاعك. ترى أنت وانو مشاركتك ولا مشاركة الحبيب الكازداغلي في ملتقى كيف من هذايا على المستوى الأكاديمي يعطي صورة عن تاريخ تونس، صورة مميزة عن تاريخ تونس، تونس التعايش بين الأديان. في 30 ثانية عبد الكريم العلاقي، كيفاش خرجت الحملة هذه؟ لو فما حملة ضدكم معنا، ولو فما ناس يقول لك يلزمك تنسحب وقت يبدأ واحد إسرائيلي موجود في القاعة، هذه تختلف الآراء حول المسألة هذه، لكن الحملة شو فما خلفية أخرى؟ قلت فما خلفية أخرى وراء البلاغ متاع جماعة منوبة، ترى أنكم مستهدفين؟ والله يظل فيه مبالغة كبيرة. أنا تعجبت عندما قريت أوراق اللي ما عندهش علاقة بترا، معناتها فما يكون شو تفهم كبير جدا وفي مبالغة والمواقف نعتبرها غير سليمة. وقت ألاف مئات التوانسة اللي جات، وأنا نقول لك نفخر تونس بستهدفين في صورة مشرفة لبلادك انت. وكنت ناقش انا مع اخواني المؤرخين العرب ياخذوا بهتين، قديش يقول لي محلاكم كي تقدموا هكا، معناتها تعملوا التاريخ نتاعكم العميق المتنوع
وتحدثوا عن ما جاوبتيش. دونك فما فما اطراف وراء يا سي عبد الكريم، فما اطراف تعتبر اطراف وراء هذا البلاغ. يقول لي فما توظيف سياسي فهمتني، ماهوش بعيد واضح شكل هذايا معناتها ومبالغ فيه، والناس اللي خذوا القرارات او البلاغ كان اتصلوا بينا وقع النقاش تاعهم راهو نحى كل هذه السلفاء على خاطر ماهوش معقول الحمله هذه اللي هي نعتبرها فيها توظيفات سياسيه ماهيش سليمه وغير معقوله وغير سليمه واحنا معناتها. شكرا لك عبد الكريم علاقي، الوقت يداهمنا، شكرا على التوضيح هذا، نرجو بعد نحكيو في البلاتو ونحاولوا كذلك يكون معنا الحبيب الكازداغلي. لنفوت رفيق ونرجعوا بعد قليل. هاتي صغيدي على اي اف ام احلى راديو. ثمانية غير درجين، مرحبا بكم على اي اف ام في الماتينال مع بعضنا في الست نف حتى للتسعة. موضوع حديثنا القضية اللي كان عليها برشا حديث دخل منذ قليل المؤرخ عبد الكريم العليقي واللي كان مشارك في هالملتقى على ثلاثة أيام اللي كان اللي بشتم في باريس أحد واثنين وثلاثة، موضوع اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال، وهو ملتقى تاريخي. بعض مؤرخين توانسة، ملتقى علمي وأكاديمي نقصد، بعض مؤرخين توانسة شاركوا فيه، يبدو أن الملتقى ذي شاركوا فيه بعض المشاركين الإسرائيليين والعديد والبعض الأصوات دعات إلى أنه التوانسة الموجودين الزوز لا يشاركون، وجماعة منوبة خرجت بلاغ نحات فيه اسناد العميد السابق للكلية صفة أستاذ مميز. القضية دقيقة بالنسبة ليك عياري، أنت كنت مقيمة في فلسطين أكيد. مسألة التطبيع كانت في العمل الجمعية متاعك، كي تبدا حاله كيف ما هكايا زوز معناش مؤرخين اكاديميين، انت من الناس اللي تقول انه مهما كان ما يلزمكش تحضر وقت فما اسرائيلي قاعد معك في الصاله، وهل هذا صالح للدوله تونس ولا صالح للاشخاص؟ المساله ماهيش سهله معناها. صحيح. هلا هو بالنسبه لي هو ذيك قراره هو حر فيه، لكن انه هو يعني يقحم اسم جامعه عريقه كما جامعه منوبه ويقدم روحه على اساس هو عميد فخري للجامعه بينما هو مستقيل من الجامعه في 1 اكتوبر 2022، يعني وقت اللي قدم الترشح نتاعو باش يحضر الملتقى هذايا هو ديجا ماهوش يعني يخدم في الجامعه، فهنا اقحم الجامعه اسم الجامعه في الملتقى هذايا. ثاني حاجه يعني يحاول يبرر انه هو ملتقى مثلا هذا عبد الكريم العليقي نحكي هو او يعني اللي شارك الحبيب خزالي هو باش يتكلم توا الكوزدوغلي، يعني نحكي على الكوزدوغلي خاطر هو اللي رفضوا له التصويت على انه ياخذ عميد مميز، انه الجامعه هذه الجمعية اللي عملت الملتقى في فرنسا ما هي جمعية فرنسية، هي جمعية صهيونية موجودة في فرنسا، والملتقيات هذه قاعدة تتم راهي، وقبل فترة هزوا ولادنا توينسا عندهم جنسيات تونسية في أوروبا باسم التعايش السلمي الإسرائيل، وهنا بين قوسين روكي هزوهم غادي ياخذوا الشخصيات الأضعف أو اللي عندهم مشاكل ويتم تجنيدهم. فهو هزوهم من وين ساعة؟ يهزوهم الإسرائيل باسم التعايش السلمي على أساس شكون اللي هزوهم؟ الجمعية هذه؟ جمعيات لا هذه مش هذه مش هذه، ما نحكي لك الملتقيات هذه هذه ملتقى أكاديمي راهو، ما هي الملتقيات الأخرى اللي هزت الشباب زادة باسم التعايش السلمي وباسم شباب يعني يدرس في أوروبا وعنده جنسيات أخرى. ألوغ احنا نبعدوا على الموضوع هذايا لأنه موضوع هو مرفوض من السلطة التونسية ومن الشعب التونسي لحد ما يتم البت فيه. أما يخرج اسم الجامعة أنا واحدة من الناس ضد الصراحة. الحبيب كوزدغلي موجود معنا على المباشر. سي الحبيب مرحبا بك، صباح الخير. خير مراد، مرحبا بمستمعيك. سمعت قبليك الكلام اللي قالته ليلى العياري، الجمعية اللي نظمت الملتقى هذايا اليهود والقانون، الملتقى هذايا بليتو المتدخل نتاعكم انتم حول اليهود والقانون في تونس، جمعية تتشم منها ريحة المساندة لإسرائيل ولا لا؟ أنا على حسب من ما عشت بيهم وعبد الكريم العلاقي من عام 97 عملنا أول ندوة في كلية منوبة ومنشورة أعمالها وانشرها يعني مركز النشر الجامعي موجودة بجنبكم بجنب الكلية،
كذلك شاركنا فيهم في 99 والسادة كبار إن ما نسمحش نفسي في الصباح باش نقول فما أحياء منهم ثم أموات شاركوا في الملتقيات هذية علمية كما تفضلت أنت. كل مرة تأخذ موضوع وتناقشه لما تم في تونس مشارك حتى إسرائيلي وفي تم في باريس أو في تولوز فهذاك نواميس أكاديمية أخرى يعني تقع دي كول بايبر معناتها وانت تجاوب إذا كان الموضوع هذاك ما تعرفش شكون اللي باش يشارك الآخر فأنك تشارك باسمك الخاص. وأنا الموضوع هذا الأخراني هو كان باش يقع الندوة هذه كان باش تقع الكول بايبر تعمل في 2020 تعرفوا جاء الكوفيد ما نجمش يتم في 2021. سي الحبيب الكول بايبر باش نوضحوا للناس مش متاكد يعرفوا ايش معناها كول بايبر يعني نوع من الدعوه اي من الدعوه ورقه تقديميه تدعو المشاركين للمشاركه لمن يريد وتحط ثم مواقع كما كالندا تلقى فيهم محطات رقميه ونتبعوهم احنا واذا كان ثم كولوك يساعدني وفي اختصاصي بربي زيد وضح الجمعيه اللي تنظم في الكولوك هذه هي جمعيه يشتم منها رائحة الدفاع على أفكار صهيونية؟ أبدا الموضوع هو تاريخي يتناول نحكي على المنظم مش على الموضوع مش على الطرف المنظم جمعية لا سوسيتي ديستوار دي جويف دو تونيزي مقرها في باريس تأسست عام 97 فتنظر وتنقد الصهيونية وتنقد يعني كل المواضيع التاريخية مختصين يجيوا فيها فما المختص في الاسيميلاسيونيزم فما المختص في الريفيزيونيزم فما المختص في الفسيونيزم كل المواضيع تطرح وتناقش. عبد الكريم العلادي اللي كان معاك هو أول مختص تونسي ناقش عام 93 عن 30 سنة ناقش الأطروحة متاعه تحت إشراف الأستاذ طول في عمره عبد الجليل التميمي في منوب في كلية 9 أبريل فيجيوها المختصين في الموضوع هذا فلذلك جاوبنا بصفة شخصية ومنمثله حتى حد وحتى كان نخرج من نخرج التقاعد وانا خرجت التقاعد في 1 أكتوبر 2022 ونفس قالت دائماً لا مش استقال خرج للتقاعد مش في يعني ماهوش في الجامعة وقت اللي قدم عايش يا مراد خليني نتكلم توا للحاضرة معاك ضيفتك مرحبا بها انا استاذ حتى اليوم القبر نبقى استاذ صفتي مين بالطبع انا في كلية استاذ في كلية منوبة يعني هي الانتماء متاعي يعني لمشيت ممثل فيها وكلمة صخري انت عشت في فرنسا يا لونغ فرونسيس يقول كيما احنا بالعربي نقولوا عميد سابق هما يقولوا دويا اونورير ما مش لا انتحلت ولا بعثت جواب ولا عمري خرجت كارت فيزيت نقول فيها جو سوي دويا اونورير انا عميد سابق لكليه منوب وتقعد عميد سابق مدى الحياه كما ثم ديتيت المعروفين في ديتيت الاكاديمي كما ريكتور ديما يقعد ريكتور كيما بوليتيك معناتها واحد مسيو المينيستر مسيو البريزيدون واضح كيما في لنلخص الافكار دونك انت اولا مشيت كمشاركه شخصيه كلمه ماشي كمشاركه شخصيه صفتك كعميد سابق تقعد لك مش عميد سابق لو فما فرق ما بين سابق وفخري عميد سابق ولا فخري كيف لا فما فرق ما في المعنى احنا نحكيه مش هو ما يعني هي صفة هو استاذ مش يبقى استاذ طول عمره كلمة أخيرة الحبيب كزار الجمعية اللي نظمها لا سوسيتي ديسوار دي جويف دو تونيزي تقول أنت جمعية مواقفها كانت ديما مناهضة للصهيونية أنا ماشي ندوة يا مراد ماشي ندوة تاريخية كي تمشي بوليدونتيست ولي فارماسيان مش باش يسألوا على اختصاصها اسكو هما دي فارماسيان ريال الطب ولا الماتيماتيشيان لا هذه المادة المادة نتاعها الجمعية هذه يا سي الحبيب مادة ملتهبة يعني تعرف كل ما عنده علاقة بال يا مراد تدرس في تدرس في التاريخ والندوات هذه حذر فيها مرحوم جورج عدا عام 98 واضح به باهي باهي في 30 ثانية البلاغ نتاع جامعة منوبة باختصار مفاجأ فما بعد سياسي وراه ولا تعتبره معقول كارثي نشب وانا تعرف بشكون باليسار لطار الحداد كي النظارة نتاع جامعة الزيتونة معناتها نحات له التيتر نتاعو لانه عمل كتاب امرأتنا في الشريعة يعني عملوا يعني هذه معناتها اللي صار هذا وهذا وبالتهمة شنية عندها وقتها على أساس كونه خرج على الشريعة
هذا يخرج على المنطوق على وكانه ثم حكم اللي يقضي في تونس انك واحد. فلذلك اذا الواحد ألهب الناس. ولذلك انا نقول لك من توا اذا كان الكون المبدع نحملوا تبعات حياتي كذا كما عمر. لطف عليك لطف عليك لطف عليك. لا 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 مش واضح والاجواء متشنجه ولكن يبدو لي انه تمشي نحو الحلحله الحكايه هذه ديني نقاشي مسخون. شكرا لك لحبيب القزاري. طولنا شويه على جماعه الاخبار 8 دقيقه على FM الاخبار السبور ونتلاقاو بعد قليل. FM 69.